السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بيكم متابعين الكرام في فيديو جديد هكلمكم فيه عن بروز الفك العلوي وتراجع الفك السفلي. فيديو النهاردة غني بالتفاصيل اللي هنتكلم فيه عن حالة طفل كان عمره 10 سنوات وكان عنده بروز في الفك العلوي وتراجع في الفك السفلي بالشكل ده. هكلمكم عن تفاصيل كتير مهمة وعن مفاتيح خمسة مهمة أدت إلى علاج الحالة زي ما احنا شايفين كده. عايز أقول لكم إن أول مفتاح كان إن الأب والأم اكتشفوا الحالة في عمر مبكر. عمر الطفل كان 10 سنوات. النقطة الثالثة اختيار دكتور تقويم متخصص. النقطة الرابعة متابعة تعليمات الدكتور. النقطة الخامسة وهي توفيق ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ده اللي بيخلينا نوصل إلى أفضل نتائج ممكنة. أنا دكتور إسلام نبيل استشاري تقويم الأسنان والفكين، وبرحب بيكم مرة تانية في فيديو جديد، وبشكركم جدا على تفاعلكم معانا الفترة اللي فاتت. اللايك والاشتراك اللي انتم بتعملوه ده بيدعمنا جدا علشان نقدم محتوى أفضل، والناس اللي بتدخل معانا لأول مرة يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة، ده بيسعدنا جدا وبيشرفنا زيارتكم. ونروح على طول لتفاصيل الفيديو النهارده اللي هنتكلم فيها عن الطفل، وهنتكلم وهنبدا بدور الاب والام. دور الاب والام هنا اكتشفوا الحاله في عمر مبكر. طيب ايه الميزه يا دكتور ان احنا نكتشف الحاله في عمر مبكر عن ان احنا نستنى شويه؟ اولا تعرض الاسنان للكسر. لما بتكون الاسنان عندها بروز بالشكل ده بيكون اسنان الطفل عرضه للكسر مع الحركه. كلنا يعلم ان الاطفال قد ايه بيبقوا اشقيه وقد ايه بيتحركوا وقد ايه بيلعبوا، فبتكون الاسنان دي عرضه للكسر. النقطة الثانية ان تعرض الطفل للتنمر. لما بيكون الطفل عنده الضبة وعنده البروز ده بيكون عنده قابلية اكتر للتنمر في الوسط بتاعه، في الدرس، في المدرسة، في النادي، مع الاصحاب، بيكون الطفل متعرض الى التنمر. النقطة الثالثة علشان الطفل يقدر يستخدم اسنانه على افضل ما يكون، وكمان يقدر يستخدم القواطع الأمامية اللي بيكونوا بعاد عن بعض، عنده أوفر جيت وعنده أوفر بايت بالشكل ده. وبيكون كمان النقطة الأهم أو النقطة اللي بعدها كانت إن عمر الطفل كان 10 سنوات. في العمر ده بنقدر نعمل تعديل لنمو الفكين، بنقدر يكون عندنا كمان قابلية إن احنا نوصل إلى أفضل نتيجة ممكنة في أقل وقت ممكن، والنتيجة كمان تكون مستقرة وتكون ثابتة بعد العلاج بإذن الله. النقطة الثالثة وهي اختيار دكتور التقويم. والنقطة دي فيصلية ونقطة مهمة جدا، ان ضروري الحالة مسؤولة عن اختيار دكتور تقويم متخصص يكون محترف في شغله، يكون اخصائي او استشاري، ومش بس ان هو يكون بيج نيم، يكون اسمه وخلاص، لا، ضروري ان احنا نتابع الشغل بتاعه، ندخل على الصفحة بتاعته على الفيسبوك، على الانستجرام، على اليوتيوب، نتابع تفاصيل الحالة بتاعته، مش بس ان احنا ناخد وورد اوف ماوس، ناخد بس كلام الناس، احنا مهم ان احنا ندخل نشوف بنفسنا الحالات اللي عالجها مثل الحالة بتاعتنا ونشوف وصلنا الى النتائج عاملة ازاي وفي مدة كمان قد ايه. فاختيار دكتور التقويم بيقع مسؤوليته على الحالة. طيب هنا الدكتور يا ترى هيعمل ايه لما احنا نختار دكتور متخصص ولما الحالة شرفتنا؟ احنا عملنا ايه؟ بدأنا التشخيص بتاعنا، ودي اهم نقطة في علاج الحالة، ان احنا نشخص الحالة من البداية، نشوف يا ترى في عندنا تاريخ مرضي، الحالة كان الاب والام عنده اي مشكلة فيما شبه ذلك وتعاملوا فيها ازاي، ويا ترى تم علاجها بالتقويم ولا احتاجت جراحة مثلا. يبقى التاريخ المرضي مهم. مهم ان احنا نعرف الحالة الصحية للحالة نفسها، والحالة طبعا عمرها قد ايه. النقطة اللي بعدها يا ترى الحالة كان عنده عادة مثلا زي عادة مص الاصبع، او عادة ان الحالة بيخرج اللسان مثلا، او ان الحالة مثلا بيستخدم القلم او بيحطه في الفم فترة طويلة، وغيرها من العادات السيئة، او عادة قص الاظافر وهكذا. ففي عادات كتير بتأثر بالسلب على الاسنان وعلى الفكين، فدي كلها بتكون نقط مهمة. كمان تشخيص الحالة واختيار الحالة للتفاصيل دي بتكون مهمة ان احنا نتابعها من البداية، ومش بس ان احنا نشخص في العيادة، كمان بندعم ده بالصور، سواء صور الوجه، سواء صور الابتسامة، سواء صور الأسنان من كل الزوايا، عشان نقدر نشخص الحالة بشكل ممتاز، ونستعين كمان بالأشعة. الأشعة السينية اللي احنا بنطلبها، البانوراما اكس راي واللاترال سيفالومتريك اكس راي، بتساعدنا كمان ان احنا نشخص الحالة بشكل ممتاز. وانس ان احنا اكتملت وسائل التشخيص والدكتور كان متخصص زي ما احنا اتفقنا، فبإذن الله بيقدر يعمل التشخيص بتاعه على اكمل ما يكون، وبناء عليه بيختار الجهاز المناسب ويختار خطة العلاج اللي احنا بإذن الله هنمشي عليها من البداية الى النهاية. طيب في الحالة دي يا دكتور احنا عملنا ايه بالظبط؟ بعد اكتمال وسائل التشخيص زي ما احنا اتفقنا، اخدنا القرار ان احنا هنستخدم جهاز وظيفي. الجهاز الوظيفي اللي احنا اخترناه علشان يعمل لنا تعديل لنمو الفكين وتصفيه للبروز بتاع الفك العلوي وتاخر وتحفيز نمو الفك السفلي، كان جهاز وظيفي اسمه توين بلوك.
زي ما حضراتكم شايفين كده الجهاز كان بسيط جدا، وكمان بنخلي الحالة تختار الألوان اللي هو بيحبها، وكان في الوقت ده كان فيه ماتش للمنتخب فالحالة اختارت ألوان علم مصر، فدي كانت نقطة مهمة ان الحالة مهمة تختار الألوان. لو بيحب الكرتون مثلا نقدر نحط له رسومات كرتون، نقدر نكتب اسم الطفل على الجهاز او نحط له رسومات اللي بيحبها او حروف من اسمه او ارقام زي ما يحب، ويختار الألوان دي علشان ده بيشجعه ان هو كمان يلتزم بلبس الجهاز لان هو يحبه طالما اتعمل بالطريقة وبالاسلوب اللي يناسبه ويبسطه. فدي كانت نقطة مهمة في او تفصيلة مهمة في علاج الحالة. طيب كان هنا ايه التعليمات، ودي النقطة الرابعة، ايه التعليمات اللي كان دور الاب والام مهم جدا في متابعتها مع الطفل. اولا في لبس الجهاز نفسه، طب يا ترى الجهاز هيتلبس قد ايه يا دكتور؟ الجهاز يا فندم المفروض 24 ساعة. 24 ساعة يا ترى هنفضل لابسين الجهاز؟ ايوه انا عارف ان في وقت الطفل فيه بيروح المدرسة، بيروح الدرس، بيروح النادي، او بيلعب سباحة، او بيلعب كورة، كل الوقت ده للأسف هنضطر ان احنا نخلي الطفل ما يلبسش الجهاز فيه، يعني احنا هنستثني الوقت ده بس شرط يكون الوقت ده بالنهار، لان انا الفترة الاهم عندي هي ال 14 او ال 16 ساعة بتوع المساء، اللي هي الفترة من المغرب لتاني يوم الصبح، الفترة دي بتكون مهمة جدا. طيب ليه يا دكتور انت بتركز على الفترة المسائية اكتر من الفترة الصباحية؟ لان الفترة المسائية دي يا فندم اللي بيفرز فيها الجروث هرمون، هرمون النمو ده بيكون مهم جدا ان انا اتدخل في الوقت ده علشان اقدر اعمل التعديل بتاعي اللي انا عايز اعمله في نمو الفك العلوي، والتعديل اللي انا عايز اعمله في نمو الفك السفلي. طيب يا ترى يا دكتور انت ليه اخترت الجهاز ده بالذات؟ لان زي ما قلت لكم ان في تفاصيل كتير مهمه، انا اقدر اختار الجهاز بناء على يا ترى المشكله كانت اكتر في الفك العلوي ولا في الفك السفلي، ولا يا ترى المشكله في الاسنان، ولا يا ترى الحاله كان عنده عاده زي ما اتفقنا. طيب الفك العلوي يا ترى ضيق فهو محتاج ان احنا نوسعه، ولا تفاصيل كتير تانية مهمه بتساعدني في اختيار الجهاز المناسب. طيب يا ترى يا دكتور الطفل هياكل بالجهاز ولا هيشيله اثناء الاكل؟ مفيش داعي نقلق، هنا انا طمنت الحاله ان احنا ممكن نشيل الجهاز اثناء الوجبات، ناكل الوجبه بتاعتنا ونغسل اسناننا بشكل كويس جدا، كمان نغسل الجهاز، مهم ان احنا نهتم بالاورال هايجين داخل الفم، وكمان بالابلاينس هايجين نظافه الجهاز نفسه، علشان طول ما الجهاز هيكون نظيف وجميل ده هيساعدنا ان ما يبقاش فيه اي بكتيريا، ما يبقاش فيه اي فطريات تعمل لنا مشاكل والتهابات داخل الفم، فهنا كانت برضو نقطة مهمة جدا. كمان دور الأب والأم إن هم يتابعونا في الزيارات، هنا أنا بحب دايما الأجهزة المتحركة بالذات، لأن إحنا لو كان الأبلاينس أو الجهاز ده متحرك فإحنا هنهتم بنظافته خارج الفم، لكن لو كان الجهاز ده ثابت هنهتم بنظافته داخل الفم، وهنا هيكون الطفل مضطر إن هو ياكل الوجبات بتاعته والجهاز هيكون ثابت داخل الفم. طيب متابعتنا هنا هتكون قد ايه؟ يا ترى متابعه او زياره التقويم هتبقى كل اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، هتبقى عامله ازاي؟ هنا انا بفضل لو كان الجهاز ثابت ممكن ان زيارتنا تكون لدكتور التقويم ممكن 3 اسابيع او شهر، لكن لو كان الجهاز متحرك هنا انا بتمنى دايما وباكد على حالاتي ان هم يشرفونا كل اسبوعين، علشان مش بس ان احنا هنعمل شغل اضافي، ان احنا نتابع الحاله، نتابع التزامنا بالتعليمات، لو احنا بنعمل توسيع في الفك نتابع ان الحاله بتعمله على اكمل وجه، والنتيجه والبروجريس اللي حاصل اخباره ايه. طيب يا ترى احنا هنعمل اكتيفيشن زياده، هنعمل شغل زياده في الجهاز بتاعنا، هنعمل تعديل اكتر لنمو الفكين لو احنا بنطلب ده او بنرجو ده، لو احنا هنشتغل على مراحل مثلا، وغيرها كتير من التفاصيل اللي انا بفضل فيها ان الحاله تشرفنا في شورت انترفالز، ما تتاخرش عليا شهر وشهرين، لا من فضلك لو احنا عاملين جهاز متحرك خلينا كل اسبوعين تكون الزياره بتاعتنا، وكمان ان الحاله بتختار الميعاد اللي يناسبها، مفيش اي تكدس في المواعيد، تختار الميعاد اللي يناسبها مع السكرتارية علشان باذن الله يكون في تنسيق بيننا، وده هيخلينا نوصل الى افضل نتيجه ممكنه. هنختم ان ربنا سبحانه وتعالى يد ربنا قبل ايدينا طبعا، ان احنا بنعمل شغلنا على اكمل وجه وبنرجو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي بيساعدنا ان احنا نوصل الى افضل نتيجه باذن الله. وطبعا احنا بحب اشكر بعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشكر الاب والام اللي هم اللي بيساعدونا وبيتابعوا التعليمات بتاعتنا، وبيكون دورهم من البدايه في اكتشاف الحاله واختيار الدكتور ومتابعه التعليمات، فبنشكر الاب والام شكرا جزيلا اللي هم ساعدونا عشان نقدر نوصل الى افضل نتيجه ممكنه. هسيب لكم الصور زي ما احنا متعودين مع بعض، وهستنى ارائكم في التعليقات، ان شاء الله دايما اشوفكم على خير حال. كان معاكم دكتور اسلام نبيل، سلام عليكم.